بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. لين نتكلموا عن الموسيقى وعن الغناء. الموسيقى الحسانية هي اللي أصلها جاية من موريتانيا وتكون من الآلات التالية اللي حاضرة معنا، آلة أردين اللي هي آلة نسائية يخبطوها تيقوات، وخالقة الدينيت يخبط هيقي، وخالق الجيتار يخبطوه فنان، وخالق الطبل، وخالق لورق، وخالق النيفالة. ولكن الأصلي اللي هو أصلي فازوان أردين وتيدينيت، هذا هما الأصل، وهذا هما اللي تكونوا من 5 مقامات: كر وفاقو والكحال والبياض والبتيت، وهذا كلهم عنده جانبة بيضة واحدة كحلة، عندهم تماس وعندهم تندوقة وعندهم سني متعيبة وعندهم غولاس وعندهم بيقي وعندهم مكة موسى وعندهم عراي السلوس وعندهم نيامة وعندهم دينة وعندهم العتيق. هذا على التوالي جبناهم بالترتيب لأن يبتدى من كر وينتهي بالبتيت. والفنانة المقتدرة عينية من تشغالي وشقيقتها لال من تشغالي، لا هي يعطونا بإيجاز يأخذوا على المقامات ممر الكرام. إياك المشاهد يعود منين يتليه يسمع ذا ويشوفه يتعرف على الموسيقى. ما فيما يتعلق بالغناء، الغناء بتوت وياسرين، وكل مقام عنده بت ينحكي فيه، وربما تعود ولاحظ ذيك السهرة اللي وقت البارح. تفضلي نبدأوك حال كر. السلام عليكم ورحمة الله، معكم الفنانة لارد الشغالي، وعلى أرتارين عينية لارد الشغالي. اللهم صلي على النبي المحبوب الشافي من العدلين، ودواء القلوب قلوب القلوب 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 ومقذ العذرات ومفرج الكروب. عقلي ذي النوبة يا نساء، عقلي ذي النوبة يا نساء، يا مدكم مدكن يا من تجي مدك من تشاء وتسع للمدك من من يا دير حتى نوجد من مارك رين يشوف أقول بدوب بيت حرب يفتح دوام مقام ثاني. يا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نحن أبناء الملوك والحرب قد نزلت، فلا بأس بالموت بالموت أي بالموت، فلا بأس بالموت. نحن إلى الجد فلا بأس بالموت يا الموت يا الموت. هوايا إذا حن رجل تقولي ما مسور حد النوم في الحين.
زينو وذاك العام دور يا رعام يا رعام دور زينو هذا زين زينو ذاك العام دور يا دور يا دور دور زينو هذا زين تقبلني بذنوب حد ولا تقبلني بذنوبي لا تقبلني بذنوب حد ولا تقبلني بذنوبي أشكو إليك تعلمها مالي على حمليها مالي على حمليها 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 مالي على حمليها يا 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 حمليها 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 يا ليا حمليها حمليها يا يا حمليها صبر ولا جلد يا 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 دنا 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 استترت بامداح النبي ولم يخشى الفضيحة ذعيب بي استترى إني على النفس إني على النفس والشيطان منتصر بالمصطفى عز من بالمصطفى انتصر بالمصطفى يا يا بالمصطفى عز من عز من عز من بالمصطفى انتصر يا يا اللي من الشقيقة موريتانيا واخذوا على المقامات الخمسة بعجالة كر وفاقو والكحال والبياض والبتيت نجول البتوتة الغنى اللي نحكاو فيه كار ينحكي فيه شي ينقالو مريميد ومنين يبيض لأن ما بيضنا هون يحكي فيه شي ينقالو بعمران وعاقب ذاك منين ينقيسوا المقام اللي هو فاقو ذاك باع واسع في الغنى نحكي فيه السروزي ونحكي فيه البت الكبير والرسم والموماية وحث وجراد والمصارع والمزارب والتهيدين كامل برمته منين نقيسوا المقام اللي متوالي هو مقام الكحال نحكي فيه بنت واحد قال له صغير هو اللي مسموح نحكي به ما يزيد عليه منين نجي المقام الخامس والاخير اللي هو نهايه الهول قال له البتيت نحكي فيه مقام البتيت اللي هو مكون من ثمانيه هذا هو ما قصنا فيه غير اعطيناك تعريف شامل ومختصر لا تلين نتكلموا عن الشوار وعن بيضه في المقام ونكحلوا فيه ذاك يتطلب وقت طويل يا غير هذا بعجاله حد يفهم دوري استفاد منه كلية والسلام عليكم ورحمة الله يا
الله.